دخل الفنان الشعبي نصيف نبيل صديق الفنانة المغربية دنيا بطمة على خط قضية الأخيرة، حيث هاجم الفتاة المسمى وصال، وذلك بعد أن خرجت مؤخرا بتدوينات تهاجم فيها دنيا بطمة وتكشف عن نفسها وعن نوع العلاقة التي تجمعها بالمنتج البحريني محمد الترك. ونشر نصيف نبيل تدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وقال فيها جوابا على اجتماع عمل بين رجل ومرأة: ما كيكونش في شقة زيادة على ذلك، ما تاريخك الفني؟ يمكن نلقاه في لائحة الحجوزات ديال الملاهي، هذه مقدمة اللي بغيتي عرض وخاتمة بقاي تنقذي. وأضاف قائلا: لا يحق لي التدخل بين الزوجين، ولكن علي أن أخبر ما أعرفه. ومؤخرا كانت الفنانة دنيا بطمة قد أثارت جدلا واسعا بعد أن قامت بتغيير لقب بناتها واستبداله ببطمة بدلا من الترك، الأمر الذي صدم الجمهور. وكانت دنيا بطمة قد فضحت خيانة محمد الترك لها عبر تدوينات على حسابها على انستغرام، أشارت خلالها إلى أن محمد الترك خانها مع فتاة في منزلها الزوجي. وفي بث مباشر خرجت دنيا بطمة وهي تبكي وتتحدث عن الموقف الذي وجدت نفسها به عندما دخلت إلى شقتها لتجد زوجها مع فتاة ترتدي ملابسها الداخلية وخلخالها وتضع عطورها في وضعية مشبوهة. ولفت دنيا بطمة إلى أنها تقدمت بدعوى دعارة على زوجها، وهو الأمر الذي نظرت به المحكمة، وهو ما سيساعدها في حكم الطلاق الذي تقدمت به. وكان محمد الترك قد هدد دنيا بطمة لافتا إلى أنه سيستعيد بناته وسيعدن للعيش معه في البحرين.